سلام، النهاردة هقدم معاكم شاورما الفراخ. انا معايا صدور فراخ اهي، تعالوا نقطعها ونضبها. بقطعها شرايح رفيعة خالص الطريقة دي، بقطعها بالطريقة دي. انا خلصت كل الكمية بتاعتي اهي. التتبيلة بتاعتنا عبارة عن ملح، معلقة ملح صغيرة، معلقة فلفل، معلقة بصل بودر، معلقة ثوم بودر، بهارات، عندي بهارات فراخ، قرفة، معلقة قرفة، وبهارات عندي شاورما، عندي كمان كوباية زبادي، وعندي الخل. نحط مع بعض الخل معلقة كبيرة خل، كوباية الزبادي، يفضل الفراخ تقعد في التتبيلة دي لمدة يوم كامل او على الاقل، يعني انا عملتها مثلا بالليل اعملها تاني يوم في الظهرية عشان تتشرب من التتبيلة بالطريقة دي. واغطيها بكيس بلاستيك واشيلها في التلاجة زي ما قلتلكم لغاية ما تشرب من التتبيلة بتاعتها. بعد كده تعالوا نشوف هنعملها ازاي. دلوقتي هنعمل مع بعض شاورمة الفراخ. انا حطيت حلة على النار وفيها معلقتين زيت زيتون، وادي الفراخ بتاعتي سبتها في التتبيلة اهي. هحتاج بصل متقطع شرايح كده، وطماطم وفلفل الوان واخضر وبقدونس. بستنى الزيت لغاية ما يسخن وبحط فيه الفراخ شاورما، وبسيبها تاخد صدمة الزيت. مقلبش فيها دلوقتي، ابتدي اقلب، بسيبها لغاية ما لونها يغير للون الابيض. بعد كده بنزل بالمكونات بتاعتي، البصل والطماطم والفلفل، وبسيبها مع المكونات بتاعتها لغاية ما تشرب ميتها وتستوي، واوريها لكم بعد هنكملها. ادي الشاورما، شاورمة الفراخ بعد ما طلعت اهي، تتقدم مع العيش، عيش الصاج او عيش الشاورما، وبالهنا والشفا. وإلى اللقاء مع أكلة جديدة.